ده معاكم عمر سليم، النهارده هنشوف لعبة اسمها كونستراكشن سيتي، تشتغل على التابلت أو كونستراكشن سيتي. هي دي حاجات بتبقى عاملة زي محاكاة للشغل في الموقع. لو أنت مثلا سوقت المكنة دي هتعرف تسوقها ولا لأ، تمام؟ فعندك هي كذا مكان ممكن تشتغل فيه، المدينة، الدوكس، البريدج، الهيل. طبعا أنا بقعد ألعب مع نفسي كده. ده مستوى بدائي خالص، مجرد بس بيوريك تتعامل ازاي. دي تتعامل مع الايد، هتستخدمها ازاي، تمام؟ ودي بس تمشي كده المسار بتاعك. كل اللعبة بيديك مهمة اصعب من اللي قبليها، تمام؟ بعد كده بيقول لك انت كسر البريكس فبتبدأ تتحكم في ديت، بس اديك حتة زيادة ان انت تنزل وتطلع بيها، تمام. تعال نشوف المهمة اللي بعد كده. كل مدينة ليها مهام مختلفة. هنا بيقولك حط الصناديق الصغيرة ديت في قلب العربية، تمام. انت طبعا معاك السويتش دوت، بتبدأ تغير، تمام. بقول له العربية هيت، ببدأ أرجع بحيث إن أنا مغلطش في حاجة. بعد كده أبدأ أقول له إيه، اعمل سويتش حوالين الناحية التانية، تمام. بالشكل دوت هي لعبة سهلة وبسيطة، أتمنى تعجبكم إن شاء الله.